السلام عليكم أصدقائي، وياكم أخوكم حسين من قناة تيك فون. واليوم عندنا جهاز الأونر 10 إكس لايت من أونر، صار لي أكثر من أسبوع أستعمله وهذه مراجعتي الكاملة إليه. خلونا نبلش بالتصميم. خلفية الجهاز والأطار مصنوعين من البلاستيك، وهذا الشيء جدا منطقي بحكم أن الجهاز من الفئة الاقتصادية. من الأسفل عندنا السماعة الأساسية وهي أحادية، وصوتها كان جيد جدا من ناحية العلي والوضوح، وهذه أمامكم تجربة سماعة الهاتف. وبجانب هذه السماعة عندنا منفذ الشحن اللي يجي من نوع USB Type-C، وأيضا عندنا الميكروفون الأساسي، وكذلك عندنا منفذ السماعات السلكية، وهذا الشيء راح يكون جدا مهم بالنسبة للأشخاص اللي يلعبون لعبة PUBG، بحيث راح يقدرون يركبون السماعات السلكية على هذا الهاتف، لأن السماعات السلكية ما تسوي أي تأخير بنقل الصوت عكس السماعات اللاسلكية اللي تسوي في التأخير بسيط. من الجهة اليمنى عندنا أزرار التحكم بالصوت، وكذلك زر الباور المدمج به مستشعر البصمة، وبصراحة أداءه كان جيد جدا من ناحية السرعة والدقة، بحيث دائما الجهاز فتح وياي من اول محاولة. ومن الجهة اليسرى عندنا منفذ استقبال شريحتين ورام بنفس الوقت، وهذه ميزة جدا مهمة بالجهاز، بحيث ما راح تحتاج تشيل وحدة من الشرايح حتى تخلي رام، راح تقدر تستعمل شريحتين ورام بنفس الوقت. ومن الجهة العليا عندنا الميكروفون الثانوي فقط. خلصنا التصميم، ننتقل للشاشة. شاشة هذا الجهاز تجي بحجم 6.67 انش، طبعا بدقة الفول اتش دي بلس، ومن نوع IPS LCD. كثافة البكسلات بهذه الشاشة 395 بكسل في الانش، ومستحوذ على 84% من الواجهة الامامية للجهاز. المميز بهذه الشاشة هو دقتها، بحيث انه هاي الشاشة تجي بدقة الفول اتش دي، بينما باقي الهواتف اللي بهاي الفئة السعرية تجيك بشاشة بدقة الاتش دي، فهذه نقطة تميز تحسب للهاتف. خلونا هسه ننتقل للاداء. معالج هذا الجهاز هو الكيرن 710 مع رام بسعة 4 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع معالج سوميات من نوع المالي G51 MP4. بصراحة اداء الجهاز كان جيد جدا ومختلف الاستعمالات، بالمهام اليومية مثل تصفح السوشيال ميديا، وبصراحة أداء كان ممتاز. وحتى من ناحية الألعاب إذا تشغلها على الدقة المتوسطة ما راح تواجه أي مشاكل نهائيا. فبلعبة مثل لعبة PUBG هذا الجهاز راح يشغلها على دقة HD و40 فريم، وطبعا بدون أي مشاكل من ناحية الحرارة. خلونا هسه نسولف عن الكاميرات. هذا الجهاز يملك 5 كاميرات، واحدة بالجهة الأمامية وأربعة بالجهة الخلفية. خلونا نبلش بالكاميرات الخلفية. الكاميرا الرئيسية تجي بدقة 48 ميجا بكسل، وأداءها بصراحة كان ممتاز بالإضاءة الجيدة. بصراحة ما كنت متوقع احصل هيك نتائج من هذا الجهاز، فالصور اللي اخذتها بالاضاءة الجيدة بصراحة كانت ممتازة. وبالاضاءة الضعيفة ايضا عندك وضع النايت مود، اذا تستعمل راح تحصل على نتائج جيدة بالاضاءة الضعيفة. والكاميرا الثانية هي كاميرا الالترا وايد اللي تجيك بدقة 8 ميجا بكسل، وادائها كان جيد جدا بالاضاءة الجيدة وبالاضاءة الضعيفة، النتائج كانت مقبولة نوعا ما. بشكل عام كاميرات الالترا وايد لازم تنطيها اضاءة قوية حتى تحصل على نتائج جيدة. والكاميرا الثالثة تجي بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو، وما اعتقد احد راح يستعملها فلذلك ما راح نسولف عنها. والكاميرا الرابعه والاخيره تجيك بدقه 2 ميجا بكسل، تكون خاصه بالعزل. والكاميرا الاماميه بهذا الجهاز تجيك بدقه 8 ميجا بكسل، وبصراحه ادائها كان جيد بالاضاءه الجيده. خلصنا الكاميرات، ننتقل للبطاريه. بطاريه هذا الجهاز تجي بسعه 5000 ملي امبير، تدعم الشحن السريع بقدره 22.5 واط، وطبعا هذا الشحن السريع يجي مرفق مع الهاتف بالعلبه. وهذه البطاريه نطتني بحدود 5 ساعات بالاستخدام المكثف، وبحدود 7 ساعات استخدام العادي، فهذه البطارية راح تكمل وياك اليوم كله بكل راحة. وطبعا هذا الجهاز متوفر حاليا للطلب المسبق بسعر $169. هذا الجهاز صراحة متميز بهواي امور، من ضمنها هي الشاشة، بحيث هاي الشاشة بدقة الفول اتش دي، بينما باقي الهواتف اللي بهاي الفئة المتوسطة تجيك بشاشة بدقة الاتش دي، فهذه نقطة قوة تحسب للهاتف. وايضا منفذ الشحن اللي يجي من نوع USB Type-C، والشحن السريع اللي موجود بهذا الجهاز. اغلب الهواتف اللي بهاي الفئة السعرية تجيك بمنفذ المايكرو USB وتجيك بشحن 18 واط او اقل حتى، لكن هذا الجهاز يجيك بمنفذ التايب سي وبشحن سريع 22.5 واط. وخلص، هذا كان كل شيء خص فيديو اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، وايضا تابعونا على مواقعنا بالسوشيال ميديا، رابطها راح تكون باسفل الوصف. تحياتي لكم، في امان الله.